السناف البيضاء تقضي ببطلان جلسات لجنة الستين، وأعضاء من الهيئة يؤكدون نيتهم الطعن في الحكم. المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقول إن الوضع في ليبيا يتسم بانتهاكات واسعة وتدعو الحكومة إلى إنهائها. الهجرة الدولية تعد ليبيا مكانا خطيرا للمهاجرين، وإيطاليا تؤكد انخفاض الوافدين إلى ثلث. وتتابعون أيضا في العاصمة واقع الثروة البحرية في ليبيا، محور ورشة عمل في طرابلس. أهلا بكم إلى العاصمة. أهلا بكم. قالت المنظمة الليبية للقضاء إن الحكم بانتهاء ولاية لجنة الستين يقضي بانتهاء المرحلة الانتقالية التي يمثلها الإعلان الدستوري. هذا وأضافت المنظمة عبر صفحتها على فيسبوك أن المدد الواردة بشأن تنظيم آلية عمل لجنة الستين هي مدد تنظيمية لا يترتب على مخالفتها البطلان، موضحة أنه سبق للبرلمان أن مدد ولايته إلى حين صدور دستور دائم للبلاد. وأشارت المنظمة إلى أن الفصل في استمرار ولاية لجنة الستين من عدمها مسألة جوهرية تتعلق بالدستور، ولا يجوز لأي محكمة دون المحكمة العليا أن تفصل في هذا القرار. هذا وكانت دائرة القضاء الإدارية بمحكمة الاستئناف البيضاء قضت الخميس ببطلان جلسات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور لتجاوزها المدة المحددة في الإعلان الدستوري ب 120 يوما من انعقاد أول جلسة للهيئة. وصفت عضو الهيئة نادية عمران في اتصال مع نبأ حكم المحكمة بالضربة الاستباقية قبل استئناف جلسات الحوار في تونس، مضيفة أن الهيئة ستطعن في الحكم أمام القضاء. من جانبه قال عضو الهيئة ضو المنصوري للنبأ إن الهيئة التأسيسية لا يجب أن تخضع للقضاء، لافتا إلى أن لجنة فبراير ربطت مدة عمل الهيئة باعتمادها من قبل مجلس النواب. في شأن آخر، تنطلق غدا السبت في العاصمة التونسية جولة جديدة من اجتماعات لجنة الصياغة الموحدة المشكلة من لجنتي حوار مجلس النواب والأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق سقراط. وتأتي الجولة الجديدة بعد انتهاء لجنتي الحوار من التشاور مع قواعدهما النيابية في المجلسين حول ما جاء في الجولة الأولى التي تناولت تشكيلة المجلس الرئاسي، فيما توسعت جلسات مجلس النواب إلى تعديل وحذف عدد من مواد اتفاق الصخرات. هذا ويأمل المبعوث الأممي غسان سلامة أن تكون الجولة القادمة هي الأخيرة للجنة الصياغة الموحدة. وقال عضو لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح إنه لا مانع لديهم بأن تؤول صلاحيات القيادة العليا للجيش إلى المجلس الرئاسي. بوشاح وفي تصريح لوكالة الأناضول أكد عزم اللجنة المكلفة بمتابعة التعديلات على الذهاب إلى الجولة القادمة في تونس، وذلك لمناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي بشكله الجديد وآلية اختيار قيادة المؤسسة العسكرية. من جانبه طالب تجمع أهالي طرابلس المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بإشراك المجتمع المدني في طرابلس والمدن الأخرى أيضا بفاعلية أكثر في جولات الحوار السياسي. ووفق مراسل نبأ في طرابلس، فإن سلامة ناقش خلال لقائه التجمع الخميس ناقش المشكلات الخدمية التي تواجه المدينة وإمكانية إشراك التجمع في الحوار السياسي كممثلين عنها. ما يحصل في مكتب الأمم المتحدة هو اجتماع تطبيقا للمادة 12 من الاتفاق السياسي التي تقول بأن يتفق المجلسان على التعديلات الضرورية. هناك عدة تعديلات مطروحة هي نفسها طرحت في الجولة الأولى. هناك بعض التعديلات تم التفاهم عليها حلول وسط بشأنها، وهناك تعديلات أخرى طلب
المتفاوضون أن يعودوا إلى قواعدهم وإلى مؤسستيهم لاستشارتها في موضوع صياغة هذه التعديلات. ولقد تمكننا بالنسبة للفئة الثانية من أن نحصر الخيارات بموضوعين أو ثلاثة. وأما الجولة نأمل أن تكون الجولة الأخيرة. وصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زايد بن رعد الحسين وضع حقوق الإنسان في ليبيا بأنه يتسم بانتهاكات واسعة النطاق مع إفلات تام من العقاب وفق تعبيره. وتحدث الحسين في بيان له الخميس تلا زيارته إلى طرابلس عن وجود آلاف المحتجزين تعسفيا في ليبيا، بينهم من يتعرض للتعذيب، داعيا الحكومة إلى وضع خطط عمل لإنهائه وضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكب ضد المهاجرين. وأضاف المفوض الأممي أن المراكز المنفردة تشكل مصدر قلق وتحتاج إلى معالجة عاجلة في ظل ما يريد منها من تقارير مروعة على حد قوله. وصف مدير مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين بغريان عبد الحميد مفتاح أوضاع آلاف المهاجرين الذين نزحوا خلال الاشتباكات المسلحة بصبراتة بالمأساوي والكارثي. ونقلت وكالة رويترز عن مدير المركز قوله إن 70% من أعداد المهاجرين بالمركز بينهم أطفال ونساء وحوامل في حاجة ماسة للمساعدة الطبية، موجها نداء استغاثة لكل المنظمات الدولية وللحكومة الليبية للنظر في الظروف الإنسانية لهم. قالت المديرة الإقليمية لغرب ووسط إفريقيا بمنظمة الهجرة الدولية ريتشارد دانزيجر إنها تحاول نشر رسالة مفادها أن ليبيا تشكل مكانا خطرا على المهاجرين وفق تعبيرها. وأضافت دانزيجر في مؤتمر صحفي بجنيف الخميس أن المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون بلوغ أوروبا يموتون بأعداد أكبر بكثير في منطقة الصحراء الكبرى مقارنة بالبحر المتوسط. أكدت مسؤولة منظمة الهجرة أن أكثر من 100,000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام مقابل غرق أكثر من 2,500 في البحر المتوسط. وصل إلى ميناء باليرمو الإيطالي أكثر من 600 مهاجر غير شرعي الجمعة أنقذتهم إحدى السفن التابعة للمنظمات الإنسانية في البحر الأبيض المتوسط. وكان من بين المهاجرين وفق وكالة أكي الإيطالية قرابة 250 قاصرا غالبيتهم غير مصحوبين بذويهم. عادة أعداد المنقذين خلال 36 ساعة الماضية مؤشران لعودة تدفقات المهاجرين من السواحل الليبية، وذلك بعد أن تراجعت خلال الفترة الأخيرة وفق قولها. قال رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على إيطاليا انخفض إلى الثلث، مشددا على ضرورة معالجة الظاهرة خلال السنوات القليلة الماضية على حد قوله. وأضاف جنتيلوني وفق ما نقلت عنه وكالة ويكي الخميس أنهم بدأوا السير في الطريق الصحيح إزاء ما سماه بالتحدي عبر وضع نظام أكبر بمجال التدفقات، عدنا الاستمرار في هذه النتائج خطوة نحو التفكير في تطوير سياسات الاندماج. من جهته نفى وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي إعادة إيطاليا أوجهات متعاونة مع بحرياتها للمهاجرين المنقذين من البحر المتوسط نحو ليبيا. وشدد مينيتي في سياق رده على تصريحات مفوض حقوق الإنسان في أوروبا نيلز موزينكس على أن دور روما يقتصر على توفير التدريب والدعم اللوجستي لخفر السواحل الليبية. كشف وزير الخارجية الإيطالي السابق ماسيمو داليما رفض إيطاليا توقيع أي اتفاق مع النظام السابق في ليبيا يتعلق بالهجرة غير الشرعية
ما لم يوقع على شرطين وضعتهما حكومة بروتي السابقة. وفقا لما نقلته وكالة وكيل إيطالية عن داليما، فإن الشرطيين أو الشرطين عفوا يتعلق أحدهما بضرورة مصادقة ليبيا على اتفاقية جنيف لعام 1956، والآخر يتعلق بحماية حقوق الإنسان الذي يسمح بإقامة مقر لمفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. ذكر المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أيوب قاسم أن وفدا عسكريا من البحرية الإيطالية يقوده أمير الأسطول الإيطالي دوناتو مارزانو وصل الخميس إلى قاعدة طرابلس البحرية. وقال قاسم أن زيارته تهدف إلى دعم وتطوير التعاون الفني واللوجستي بين البحريتين الليبية والإيطالية، مضيفا أن الوفد الإيطالي سيطلع على الصيانات الجارية التي تجريها بلاده لعدد من القطع البحرية الليبية ومتطلبات الجانب الليبي وإمكانية إجراء بعض الصيانات في إيطاليا. أعلن مدير برنامج الأغذية العالمي في ليبيا ريتشارد راجان أن البرنامج بدأ تقديم مساعدات غذائية للنازحين من صبراطة تكفي ل 300 عائلة مهجرة من المدينة. هذا وأكد راجان أن أكثر من 15,000 شخص نزحوا من صبراتة، والكثير من الأجهزة توقفت عن تلبية احتياجات النازحين نتيجة ما وصفه بالصراع الدائري في البلاد، حسب موقع البعثة الأممية للدعم في ليبيا على فيسبوك. ولفت راجان إلى أن البرنامج في حاجة عاجلة لقرابة 10 ملايين دولار لمواصلة تقديم مساعداته الغذائية في ليبيا خلال الأشهر الستة القادمة. نفى القيادي السابق في سرايا الدفاع عن بنغازي ياسر أجبالي استهداف الأجهزة الأمنية في مصراتة لأهالي بنغازي المهاجرين داخل المدينة. وأوضح الأجبالي عبر صفحته بفيسبوك الخميس أن كل الأجهزة الأمنية التي يتواصل معها بشأن ما يجري داخل مصراتة أبلغتهم أن أهالي المنطقة الشرقية ليسوا هم المستهدفين، مشيرا إلى أنهم أوضحوا للأجهزة المعنية بالمدينة أن مهجري بنغازي جزء من أمن مصراتة. كما طالب الجبالي الجميع بالتحلي بالمسؤولية والصبر والتوقف عن إطلاق التصريحات التي لا طائل من ورائها وعدم الانجرار خلف الشائعات التي تسوق من حين إلى آخر على صفحات التواصل الاجتماعي على حد قوله. قال شيخ الصادق الغرياني في برنامج الإسلام والحياة على قناة التناصح أن الحلول التي يقدمها الليبيون أنفسهم بالجلوس معا والحوار دون تدخل أجنبي أفضل مما وصفها بالحلول المستوردة. ولو كان الليبيون زي ما ذكرت السائلة تركوا ورفضوا، يعني نفضوا أيديهم مما يسمى المجتمع الدولي والتدخل الأجنبي الإماراتي والمصري وإلى آخره، وجلسوا معا يعني ليقول نحن نريد حلا من أنفسنا، أيا كان هذا الحل مهما كان فإنه سيكون أرحم لهم ولبلادهم من هذه الحلول التي هي مستوردة من التآمر الدولي علينا سواء كان دول عربية ولا أجنبية. هذا وجدد الدكتور صادق الغرياني مفتي الديار الليبية تأكيده على رفض كافة أفعال تنظيم الدولة وصفان أفعالهما بأفعال الخوارج. نحن في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر ونكره كل من يستغل الإسلام والتكفيريين والمتطرفين ويعمل التفجيرات، والله نمقته ونكرهه ونكرهه في الله، ولكن في الوقت نفسه لا نحب للناس أن يورطوهم في أشياء يسفكون بها دم بعضهم بعضا وباسم هذه الشبهة دون تحقيق. العاصمة متواصلة وتتابعون فيها بعد قليل. نقابة المعلمين ببلديتي سبها ووادي لبوانيس يعلنون تأييد ودعم مطالب النقابة العامة للمعلمين. We'll be right back.
أطلقت لجنة إدارة شركة البريك الخطة الثانية. أهلا بكم. أطلقت لجنة إدارة شركة البريغا الخطط الثانية لتزويد كامل مدن الجبل الغربي وباطن الجبل بالنفط، وذلك بعد الاتفاق المبرم مع لجنة الأزمة بالمنطقة ومديري وممثلي عن شركات التوزيع. وينص الاتفاق على حماية السائقين وشاحنات الوقود، إضافة إلى تجديد الرقابة على محطات الوقود ببلديات الجبل الغربي ومحاربة التهريب. كما نص الاتفاق على تشكيل غرفة أمنية مشتركة بالمنطقة الغربية وتفعيل منظومة الشركات الموردة للوقود وتعميمها على مديريات الأمن، فضلا عن رفع الغطاء الاجتماعي على جميع المهربين في المنطقة. بدأت فرق الصيانة التابعة لجهاز النهر الصناعي التجهيز لأعمال الصيانة بداية من صباح الجمعة في موقعي قصر بن غشير وشويرف. وأوضحت إدارة منظومة الأحصاونة في الجهاز أن الصيانة تشمل المسار الجنوبي والمساري الشرقي والأوسط، ما يتطلب إيقافا كاملا للضخ وتفريغ المحطة من المياه. هذا وكان الجهاز قد أعلن توقف إمدادات المياه بداية من الاثنين القادم، داعيا المستهلكين إلى التقنين في استخدامها. حذر البنك الدولي من إفلاس الاقتصاد الليبي إذا ما استمر بالمعدل الحالي للإنفاق. وبين تقرير البنك الدولي أن المعدل المرتفع للإنفاق جراء استمرار الوضع الأمني المتردي في البلاد سيقود إلى إفلاس الدولة الليبية، لكن التقرير أشار في الوقت عينه إلى تحسن آفاق الاقتصاد الليبي، معتبرا أن ذلك يتوقف بشكل أساسي على تحقيق تقدم في اجتياز المأزق السياسي الذي أحدث انقساما في البلاد. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن 12 خزانا نفطيا من بين 19 في مرفأ سدرة، إضافة إلى نصف خزانة ميناء راس لانوف، ما زالت خارج الخدمة. وأوضح صنع الله خلال اجتماع عقد في العاصمة البريطانية لندن الأربعاء أن إنتاج ليبيا من النفط حاليا يقارب المليون برميل يوميا، مشيرا إلى أن خسائر الإيرادات بلغت نحو 126 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أكد صنع الله أن المؤسسة استلمت 25% فقط من ميزانيتها لعام 2017، عدا ذلك تعطيلا لخططها الإنتاجية. أقيم في مدينة طرابلس حفل تأبين أعيان قبيلة ورفلة من المجلس الاجتماعي الذين قضوا عقب عملية اغتيال قرب منطقة مزدر. وشارك في الحفل عدد من المسؤولين والشخصيات العامة وأعيان قبيلة ورفلة في طرابلس برعاية منتدى الوسط للثقافة والتنمية، وإشاروا إلى أن الشيخين خميس سبيغا وعبد الله انطاط تعرض ورفيقهما إلى إطلاق نار بمنطقة مزدة عقب عودتهم من مهمة مصالحة في جبل فوسة. أن دماء الشهيدين ستكون وقود سعينا في إكمال طريقهم والسير على نهجهم حتى تجتاز بلادنا الغالية هذه المحنة وهي واحدة موحدة، وحتى يفرج الله عنا هذه الكربة. ناشد طلاب ليبيون بالمغرب الحكومة المقترحة صرف المنح الدراسية المتأخرة عن الربع الأول والثاني والثالث لعام 2017، إضافة إلى إحالة الرسوم الدراسية ورسوم الأبداء.
إحالة التأمين الطبي للطلبة وأسرهم، حيث يمرون بمعاناة حقيقية فيما يخص التأمين الصحي بسبب تأخر إحالة الطبي عن السنوات 2015-2016-2017. 4. إحالة قيمة التذاكر النصفية والنهائية وتذاكر الوفاة والدراسة الحقلية. هذا واستنكر الطلاب في بيانهم الخميس أمام الملحقية الثقافية بالرباط ما وصفوه بالسياسات التجويعية المتبعة من قبل وزير التعليم بالحكومة المقترحة حسب بيانهم. نعلن استنكارنا وإدانتنا للسياسات التجويعية التعسفية تحت ذريعة محاربة الفساد التي يقوم بها وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني بالتواطؤ غير المباشر مع محافظ مصر في ليبيا المركزي، والتي ترتب عليها ضرر جسيم ومعاناة كبيرة لجميع الطلبة المفردين. أصدرت نقابة المعلمين ببلديتي سبها ووادي البواريس الخميس بيانا أكدت فيه تأييد ودعم نقابة العامة للمعلمين في مطالبها، مشددة على أنه في حال عدم تحقق المطالب في الوقت المحدد ستكون الخيارات كلها مطروحة بما فيها إيقاف الدراسة والدخول في اعتصام مفتوح. نحن مدراء مدارس ومدراء مكاتب ومعلمين بلدية سبها وبلدية وادي البوانيس نؤيد وندعم بشدة النقابة العامة للمعلمين ونشد على أيديهم للمطالبة بتحقيق الآتي: أولا، إصدار قانون يكفل حماية المعلم. ثانيا، اعتماد مقترح زيادة مرتبات المعلمين المقدم من النقابة العامة للمعلمين. ثالثا، التأمين الصحي للمعلمين أسوى بغيرهم من القطاعات الأخرى. هذا وكان وزير التعليم بالحكومة المقترحة عثمان عبد الجليل قد قال أن الوزارة قررت رفع علاوة الحصة للمعلم بداية من شهر نوفمبر المقبل. تعديل قرار مجلس الوزراء السابق بشأن علاوة الحصة بحيث تصبح قيمة الحصة 12 دينار لمعلمين الصف أو الصفوف الأول والثاني والثالث ورياض الأطفال، قيمة 10 دينار للحصة للمعلمين لبقية صفوف مرحلة التعليم الأساسي الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع، قيمة 15 دينار لمعلمين مرحلة التعليم الثانوي. عبد الجليل أوضح عقب اجتماع له مع السراج أن الوزارة قررت منح علاوة لمدير المدرسة ومساعده ومعالجة مرتبات معلمي العقود، كما قررت تنفيذ برنامج التأمين الصحي للمعلمين. تعديل قرار مجلس الوزراء السابق بحيث تصبح مكافأة مدير المدرسة 300 دينار و200 دينار لمساعد مدير المدرسة، 300 دينار لمدير المدرسة و200 دينار لمساعد مدير المدرسة ورياض الأطفال. 3. إعطاء الإذن لصندوق التأمين الصحي العام المنشأ مؤخرا بمنح العاملين بقطاع التعليم الأولوية في تقديم خدماتهم لهم. وفي ترهونة، حيث أقيم الخميس بمدرج كلية العلوم التابعة لجامعة الزيتونة حفل تكريم الطلبة الأوائل بكليتي العلوم والتربية. الحفل يهدف إلى تشجيع ودعم المتميزين لمواصلة مجهودهم في الدراسة. وقيم الحفل برعاية اتحاد عام طلاب جامعة الزيتونة، وحضره رئيس جامعة الزيتونة والكاتب العام للجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، الذين أثنوا خلال كلماتهم الترحيبية على أهمية مثل هذه المبادرات في تحفيز الطلاب ودعمهم لمواصلة دراستهم بتفوق. فكرة التكريم هذه تكريم الطلبة الأوائل المتحصلين على الترتيب الأول والثاني والثالث والرابع على العام الجامعي 2015-2016، يعني عليه كلية العلوم وكذلك كلية التربية. التكريم هذا يعني يرفع من مستوى الطلبة، يعني الطلبة اللي بيتخرجوا توا في الفصول القادمة واللي بعدها حافز لهم. أقامت منظمة أملنا للإعلام والتنمية الشاملة في العاصمة طرابلس أسبوحة بعنوان تناغم الحواس بالتعاون مع جمعية الصم وضعاف السمع. وجرى خلال الأسبوحة الإعلان عن ملتقى بتونس تتعاون فيه منظمة أملنا والمركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الإعاقة فرع ليبيا.
منظمة أمالنا للإعلام والتنمية الشاملة نظمت في العاصمة طرابلس أسبوع تناغم الحواس بالتعاون مع جمعية الصم وضعاف السمع، وجرى خلال الأسبوحة الإعلان عن ملتقى بتونس تتعاون فيه منظمة أمالنا والمركز العربي للإعلام المتخصص لذوي الإعاقة فرع ليبيا. اليوم الأسبوحة تأتي ضمن فعاليات المنظمة، وإحنا طبعا نستهدف إعلام متخصص هادف وجيد، ونعني بالمتخصص في كل المجالات. يعني إذا تحدثنا عن طفولة وتناولنا قضاياها يجب أن نتناولها بطريقة مهنية وفاعلة، لو أن تناولنا ذوي الإعاقة أيضا، لو تناولنا أي مشكلة اجتماعية أي برنامج آخر، يعني ينبغي أن يكون هناك مهنية وتخصص. بالتأكيد هناك تنسيق، يعني إحنا الآن منسقين في ملتقى في تونس إن شاء الله. هذا الملتقى بيكون خلال شهر 10، نهاية شهر 10، ومنظمة أملنا موجودة في تنظيمه. صاحب هذه الأسبوحة معرض للمشغولات اليدوية من قبل نساء الصم ومركز طرابلس لذوي الاحتياجات الخاصة. تشتغل في جمعية الصم وضعاف السمع، أحد عضوات لجنة الصم، وقالت لك اشتغلت بخدمتي إيديا، وأنا سعيدة اليوم جدا بمشاركتي، وهذه أول مرة ونتمناها تتكرر أكثر من مرة، وسعيدة جدا حتى لمشاركتي إن شاء الله في تونس في أحد المعارض إن شاء الله في الصم وضعاف السمع. مجهودات تبذل من قبل منظمات المجتمع المدني لم تكن البادرة الأولى لدعم الفئة الخاصة في غياب دور الجهات الحكومية. العاصمة متواصلة وتتابعون فيها في الملف الخدمي بعد الفاصل. جينا بالفكرة هذه نتاع المعرض، يعني أسسناه كنا نخدم عليها من سنة 2013، كيف بننمو طبعا يكون في تبادل تجاري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أهلا بكم. أقيمت على هامش معرض ليبيا الدولي للأسماك والمنتجات البحرية ورشة عمل بحثت المشاكل التي تواجهها الثروة البحرية في ليبيا. ورشة عمل نظمها مركز تنمية الصادرات بصالة ميناء الشعاب بطرابلس على هامش معرض ليبيا الدولي للأسماك والمنتجات البحرية، وتخللت الفعاليات أربعة ورقات عمل تتناول المشكلات التي تواجه الثروة البحرية الليبية وتسلط الضوء عليها لحلها بشكل جذري، إضافة إلى توعية المواطنين. بالنسبة لفكرة المعرض، الغاية والغرض منها كيف أن نجمع جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بموضوع أن كيف نبو نطلعوا بموضوع أن نتحصل على الترخيص لتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي. مواطنون وصيادون ومهتمون بالجانب البحري حضروا الورشة، كما جرت مناقشة أوراق العمل بشكل مفصل إلى جانب حلول المشكلات المعروضة في الأوراق. احنا نشوف يعني حتى في الظواهر، يعني تعتبر ظواهر مش كويسه بالنسبه للبيئه البحريه، من ضمنها يعني المتفجرات هذه والديناميت والحاجات الموجوده هذه، شوفوا فيها يعني اثر كبير للبيئه، يعني تخريب لمواطن الاسماك، تخريب للبيئه البحريه، يعني الربح السريع ولكن نشوفوا فيه يعني في ناس ممكن تستفيد منها، ولكن في نفس الوقت تراه حيعتبر اهدار كبير للثروه هذه. جهود يستعرضها البحاث الليبيون من أجل الخروج من الضائقة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، فهل ستجد صدى في أروقة صناع القرار؟ مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام العاصمة، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. شكرا لكم، إلى اللقاء.